الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا عدة رمضان وأتمها وأسبغ علينا النعم وأوجب شكرها، ذكر في كتابه آيات الصيام وقال عقبها: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الخلائق وبارئها وإلهها المعبود وولي أمرها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، معلم البشرية وهاديها، وإمام الغر المحجلين وقائدها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عز وارتفع، الله أكبر سن وشرع، الله أكبر رفع ووضع، الله أكبر أعطى ومنع، الله أكبر على وقهر، الله أكبر اطلع فستر، الله أكبر عصي فغفر، الله أكبر تأذن بالمزيد لمن شكر، وتوعد بالعقاب من جحد وكفر. الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله واشكروه على ما من به عليكم من إتمام عدة رمضان، وسلوه القبول والمغفرة والرضوان والعتق من النيران. واعلموا أيها الإخوة أن هذا يوم عيدكم، يوم يفرح فيه المسلمون بطاعة الله جل وعلا، وحق للمسلمين أن يفرحوا بالطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. للصائم فرحة كلما أكمل يوما صامه، وله فرحة أكبر إذا أكمل صوم شهره وأصبح في عيد فطره، وله فرحة أعظم إذا هو عرض يوم القيامة على ربه. إن هذا اليوم يوم فرحة لأمة الإسلام، يستبشرون به ويستروحون بعد اجتهاد في العبادة وطول صيام وقيام. أصبح المسلمون يوم العيد وقد أحل الله عليهم بطاعتهم الفرح والسرور، وبشرهم بالنعيم والحبور، وأجزل لهم العطايا والأجور. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أعظم أعيادنا، وما أعظم ديننا، وما أكرم ربنا جل في علاه. أعياد أمة الإسلام أعياد عظيمة، عظمة الإسلام مرتبطة بعباداتها، عيد مرتبط بركن الصيام، وآخر مرتبط بالحج إلى بيت الله الحرام. العيد يا أمة الإسلام يوم فرح وترويح عن النفوس، ويوم أكل وشرب وتنعم وفطر، ولكنه أيضا يوم صلاة وطاعة لله، وتكبير وحمد وتهليل وذكر وشكر. أما أعياد الكافرين عليهم لعائن الله فأعياد شركية وثنية، شعاراتها جاهلية مع ما يشوبها من اللهو والانحلال والمجون والإباحية، نعوذ بالله من التشبه بهم في أعيادهم. أيها الإخوة، ليس العيد بعيد لمن جمل ظاهره بلبس الجديد وملأ بطنه بالطعام ثم أطلق العنان لنفسه في اللهو الحرام. إنما العيد عيد لمن تقبل الله منه الصيام والقيام. إنما العيد عيدا لمن انسلخ عنه رمضان وقد غفر له ما تقدم من الذنوب والخطايا والآثام، وأصبح وقد تزكى وصلى صلاة العيد ورجع من مصلاه بالجائزة والإكرام. الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، يوم العيد هو يوم الشكر ويوم تذكر النعم، وما أكثر نعم الله علينا وما أشد غفلتنا عن شكرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن المسلم إذا أصبح يوم العيد فرحا فعليه أن يشكر الله الذي أفرحه، وعليه أن يسأل ربه دوام هذه الفرحة، وعليه أن يتهيأ بالطاعة لنيل الفرح الأكبر يوم يزحزح عن نار جهنم ويدخل الجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإذا أصبح المسلم فرحا عليه أن يتذكر إخوانه أهل الكرب والبلايا والأحزان، ممن مسهم الهم الشديد حتى سلبوا فرحة العيد. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يفرج هم كل مهموم من المسلمين. وإذا أصبح المسلم وقد أفطر وأكل ما لذ من الطعام وطاب، فإنه عليه أن يتذكر هذه النعمة العظيمة، نعمة الطعام والشراب الميسر، وعليه أن يجتهد في شكر الله عليها ويسأله دوامها ويعوذ به من زوالها، وعليه أن يتذكر إخوة له من الجياع ممن مسهم الجوع وعظمهم الفقر فيسعى في إطعامهم ومواساتهم. وإذا أصبح المسلم وقد لبس الجديد من الثياب تذكر نعمة اللباس، وتذكر أن لباس التقوى هو خير لباس، وتذكر إخوانا له من الفقراء لا يجدون كسوة لهم ولأبنائهم لا في العيد ولا في غيره. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذا أصبح المسلم يوم العيد آمنا في وطنه لا تكدر المخاوف فرحة عيده، تذكر هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن، تلك النعمة التي يصلح بحفظها أمر الدنيا والدين. أدام الله على بلدنا أمنها ورخاءها، وفرج كربات المسلمين ممن فقد هذه النعمة وسلبها. أيها الإخوة، إذا افتتح المسلم يوم عيده بالتكبير والذكر والشكر وحمد الله والتهليل، وبكر إلى المساجد فافتتح بالصلاة وعمارة بيوت الله، فإنه يتذكر أعظم نعم الله وأجلها، نعمة الهداية إلى دين الإسلام، أدامها الله علينا ورزقنا شكرها وأعان على أداء حقها. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم إن العيد في حد ذاته هو نعمة تستوجب شكرها وأداء حقها، ومن شكر هذه النعمة العظيمة أن نحرص على صفاء القلوب وسلامة الصدور والتصالح والتسامح والعفو ولم الشمل وتناسي الأحقاد والضغائن ونشر الخير وبذل المعروف وإغاثة كل محتاج وملهوف. ألا يا عباد الله، استحضروا نعم الله في هذا العيد واسعوا في شكرها واعرفوا قدرها واسألوا الله دوامها واستعيذوا به من زوالها. تأملوا حكم العيد التي شرع لأجلها، تذكروا يرعاكم الله بمرور العيد وسرعة تكراره وانقضائه، تذكروا بذلك انقضاء أعمالكم واقتراب آجالكم، واذكروا من صلى معنا في مثل هذا اليوم في العام الماضي وأمسى رهن التراب ورحل هذا العيد عنا. تذكروا عباد الله باجتماعكم هذا الاجتماع الأكبر على أرض المحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا وتزودوا للقاء الله وخذوا من دنياكم لأخراكم، واعلموا أن خير الزاد التقوى.
أدام الله النعم علينا ورزقنا شكرها وأعان على أداء حقها، ونعوذ بالله من ذهاب النعم وزوالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة في الله، إذا أصبح المسلم يوم العيد معافا في جسده سليما في بدنه فقد اكتملت فرحة عيده. نعمة الصحة والعافية كنز لا تساويه الدنيا بما عليها. ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية ومن عوفي في جسمه فهو في عيشة راضية. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ألا فاشكروا الله على نعمة الصحة والعافية، واعلموا يا رعاكم الله أن من شكرها أن تستعمل في طاعة الله الذي أعطى هذه الصحة ومنحها، وأن استعمال الصحة في المعاصي كفر للنعمة وهو كفيل بذهاب الصحة، نعوذ بالله من ذلك. وتذكروا يا إخواني، من مسهم المرض ومن أقعدهم الفراش ومن أصيبوا بالأمراض الخطيرة والإعاقات والعاهات المستديمة، فادعوا الله أن يشفيهم، وسلوا الله أن يكشف الكرب عنهم، فلا يملك ذلك إلا هو جل في علاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. معشر المسلمين، لا تنسوا الفقراء أن تشركوهم في فرحكم وتدخل السرور على قلوبهم، ولا تنسوا المرضى وأهل البلاء أن تواسوهم وتجعلوا لهم نصيبا من زيارتكم. ألا واحرصوا في مثل هذا اليوم السعيد على سلامة الصدور لإخوانكم ووصل ما قطعه الشيطان فهو عدوكم الذي نزغ بينكم، واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، صلوا أرحامكم وضروا بآبائكم وأمهاتكم، وأكرموا جيرانكم، وارعوا حق أصحابكم وإخوانكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، وكونوا كما أراد ربكم، كونوا عباد الله إخوانا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم، واتقوا الله في أزواجكم ونسائكم وأماناتكم، انصحوا لهم وأحسنوا تأديبهم، وكونوا قدوة في الخير لهم، واسعوا في استنقاذهم من النار ونجاتهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واحرصوا إخوة الإسلام على فعل الخيرات وترك المنكرات والثبات على العبادات حتى ترد الروح إلى بارئها. اثبتوا على الطاعة بعد رمضان، واعبدوا الله في سائر الأزمان، وأتبعوا الإحسان بالإحسان تبلغوا جنة الرضوان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تذكروا إخوة الإسلام أن الموت يطلبكم
وأن الأجل مغيب عنكم ولعله قريب منكم، وتذكروا أنكم بعد الموت ستبعثون من قبوركم وتعرضون على ربكم فيحاسبكم على ما أسلفتم في دنياكم، ألا فخذوا من دنياكم لأخراكم، وأعدوا للآخرة عدتها وخذوا لها أهبتها، ولا تركنوا إلى الدنيا وزهرتها، واعلموا أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وأن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أدام الله علينا النعم والخيرات، ووقانا الشرور والبلايا والمنكرات، وتقبل منا الطاعات والعبادات، وغفر ما مضى من الخطايا والسيئات، وأعاد علينا هذا العيد وعلى أمة الإسلام في أمن ورخاء وعز واستقرار وعافية ومصرات، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، اللهم أدم النعم والعافية علينا، اللهم ردنا ردا جميلا إلى ديننا، اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن الغالمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واهد من ضل من المسلمين، وردنا إلى هذا الدين ردا جميلا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم أنجِ المستضعفين في فلسطين، وأنجِ المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين، اللهم احقن دماءهم، واحفظ أموالهم وأعراضهم، وقوِّ ضعفهم، واجبر كسرهم، واجمع على الحق كلمتهم، اللهم آمن روعاتهم، واستر عوراتهم، واصرف كل بلاء عنهم، اللهم أدر الدائرة على عدوك وعدوهم، اللهم كن للمسلمين وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، تقبل الله منا ومنكم، وغفر لنا ولكم، وعاده علينا أزمنة مديدة في أمن وإيمان وعافية واطمئنان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.